مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز، هيكون فيها كل الاخبار اللي كنتوا مهتمين بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا. ودلوقتي هنبدا حلقتنا زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. كاس العالم بيتصدر الترند، وريث مصري لبيل جيتس، مسلسل 1899 بيحير العالم بتعقيده، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم، واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. احنا لا ندعي اننا الافضل، ولكن نرفض ان نكون اقل. احترم لتحترم. الفيديو اللي شفناه من شويه ده واحد من اكتر الفيديوز اللي اتصدرت الترند خلال الايام اللي فاتت. ايه هي قصه ساعه هارون الرشيد واللي اهداها لتشارلمان امبراطور الامبراطوريه الرومانيه؟ القصه بتبدا في سنه 802 ميلاديا لما جه وفد من الامبراطوريه الرومانيه يزور الخليفه العباسي هارون الرشيد، وكان رسل الامبراطور الروماني جايبين معاهم هدايا كتير جدا للخليفه، متخيلين انها هدايا عظيمه وكمان مبهره، ولكن الخليفه حب يرد بهديه تاكد قد ايه دولته متقدمه جدا. فاهدى تشارلمان ساعه تصنيعها معقد جدا، والساعه دي كانت عباره عن ساعه مائيه من النحاس الاصفر، طولها حوالي 4 متر وبتتحرك بقوه الميه. وعند تمام كل ساعه بينزل في طبق نحاس موجود فيه كرات معدنيه ورا بعض بعدد الساعه. يعني مثلا لو الساعه 3 بينزل 3 كور، ولو الساعه 7 بينزل 7 كور، والكرات دي بتعمل صوت موسيقى رائع جدا وهي بتتحرك. مش بس كده، الساعه دي كمان كان فيها 12 باب بعدد الساعات، وفي كل ساعه بيتفتح باب بيخرج منه فارس يدور حوالين الساعه ويرجع تاني مكانه، ولما تيجي الساعه 12 يخرج ال 12 فارس مع بعض. الفكره ان العلماء اللي هناك لما حاولوا يعرفوا سر الساعه فشلوا، لدرجة انهم كسروها علشان يفهموا هي ازاي شغالة، وما عرفوش يصلحوها تاني. واخر شيء فكروا فيه انها هي مسكونة بشيطان بيحركها. عرفتوا بقى احنا كنا قد ايه متقدمين وسابقين الغرب في حاجات كتيرة قوي. وكان من اهم الحاجات اللي صدرت الترند برضو خلال اليومين اللي فاتوا هو فوز المغرب على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا بنتيجة 2-0 بعد اداء اكتر من رائع. الفوز وصفته كتير من الصحف العالمية انه فوز تاريخي لمنتخب اسود الاطلسي، وبكده وصل رصيد منتخب المغرب لاربع نقط عشان يتقاسم صدارة المجموعة مع منتخب كرواتيا اللي ليه نفس عدد النقط. طبعا بالتوفيق لكل الفرق العربية المشاركة في البطولة، وكلنا بنتمنى انها توصل لابعد نقطة في البطولة باذن الله. كمان كان من اللقطات الإنسانية جدا اللي تصدرت الترند بشكل كبير كانت صورة بكاء طفل أرجنتيني. الطفل كان بيبكي وهو متأثر جدا بهزيمة بلاده قدام السعودية، وكان واضح أن الطفل أول مرة يحضر كأس عالم لأنه سنه صغير جدا، ولكن فوز المنتخب السعودي ضيع فرحته. الصورة دي هي صورة جينيفر جيتس بنت الملياردير الأمريكي بيل جيتس، واللي معاها ده هو جوزها المصري نايل نصار، وزي ما احنا شايفين كده واضح جدا ان جينيفر حامل. الفكرة اللي خلى الصورة دي تتصدر الترند مش حملة جينيفر، ولكن ان بيل جيتس صاحب امبراطورية مايكروسوفت هيبقى أول حفيد ليه هو مصري، وده اللي خلى الصورة تتصدر الترند في مصر وكمان الوطن العربي. وكانت طبعا كل التعليقات الناس بتدور بسخريه حوالين ان وريث بيل جيتس بقى مصر، وطبعا كلنا عارفين ان بيل جيتس ثروته بتبلغ حوالي 106 مليار دولار، وبيعتبر خامس اغنى رجل في العالم. وجينيفر هي اكبر بنات بيل جيتس، وهي اللي نشرت الصوره دي على الانستجرام وكتبت عليها تعليق وقالت فيه الحمد لله او ثانكفول. اما اخر ترند معانا النهارده فهو خاص بمسلسل 1899، واللي الهاشتاج الخاص بيه من ساعه صدور المسلسل من اسبوع لحد دلوقتي لازال متصدر الترند حوالين العالم. المسلسل هو من انتاج نفس فريق العمل اللي قام بانتاج مسلسل دارك، وهو انتاج الماني، وقدر المسلسل انه يتصدر الترند بسبب التعقيد الكبير في القصه بتاعته، لدرجه انه كتير من اليوتيوبرز العالميين المتخصصين في الفن عملوا حلقات علشان بس يشرحوا التعقيد اللي فيه ويشرحوا نهايه المسلسل اللي هي مش مفهومه خالص. المسلسل كل الناس قالت عليه انه اكتر تعقيدا بكتير من مسلسل دارك، وانه محتاج تركيز كبير من المشاهد علشان يفهم احداثه وقصته.
قصة المسلسل بتدور حوالين سفينة مسافرة من انجلترا لنيويورك، عليها ركاب من كل جنسيات العالم تقريبا، وبعدين قبطان السفينة بيتوصل لسفينة تانية تابعة لنفس الشركة صاحبة السفينة بتاعتهم، وكانت مفقودة من 4 شهور. وهنا بتبدأ أحداث المسلسل والغموض اللي فيه، اللي قايم بشكل كبير على فكرة الأساطير اللي بتدور حوالين مثلث برمودا. بالمناسبة المسلسل بتدور أحداثه في سنة 1899، وهي نفس السنة اللي بتبدأ فيها الأحداث الأصلية لمسلسل دارك. وبكده تكون خلصت فقرة Trends of the Week.